الرحيم. انا استاذ دكتور وائل صقر، رئيس قسم جراحه التجميل كليه طب بنسويف، وعضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل والاصلاح، وعضو مجلس اداره الجمعيه. احب اقول نصيحه للمريضه او للمريض اللي بيبحث عن انها تعمل او يعمل جراحه تجميل، نصيحتين. النصيحه الاولى ان احنا ما يبقاش سؤالي الاولاني اني اسال عن سعر العمليه، لان انا مش بعمل كده حتى وانا عايز اقول وانا بشتري موبايل او انا بشتري هدومي. انا بسال على الكواليتي، اسال على الكواليتي الاول، اعرف مين اللي هيعمل لي عمليه، اللي هيعمل لي عمليه ده حد كواليفايد. الانترنت بقى بيجيب كل حاجه دلوقتي، لو احنا في مصر هنا انا بقول لهم لو انت اعرف الجراح بتاعي كواليفايد ولا لا، عضو الجمعيه المصريه ولا لا. احنا لينا ويب سايت ولينا فيسبوك جروب الجمعيه المصريه لجراحي التجميل والاصلاح، اعرف الجراح اللي شغال دوت هو عضو الجمعيه المصريه ولا لا. وعضويه الجمعيه دي هي حاجه بالنسبه لنا كبيره جدا، مش بنديها لحد الا ما يكون معاه مؤهلات وتدريب كافي يؤهله انه يبقى عضو عامل في هذه الجمعيه. وبالتالي هذا الدكتور اللي هو هيتناول لحضرتك او لحضرتك العمليه هيكون راجل مؤهل نفسيا وعلميا انه يعمل العمليه بالنسبه لحضرتك كويس. انا بقول ان احنا ونسال مره واثنين وثلاثه، نسال اكتر من حد عشان اعرف اللي بيتعملي دوت هو فعلا صح ولا ممكن يؤدي الى مضاعفات. لان عندي مشكلتين، المشكله الاولى انه في بعض الدكاتره هم مدعي جراحه التجميل، والمشكله الاخرى هي مشكله استخدام اجهزه غير مصرح بيها، ودي حاجه برضو خطيره جدا. لازم اعرف الجهاز او الحقنه او الحاجه اللي هيستخدمها لي الدكتور حاجه مصرح بيها من ناحيه انها تبقى FDA approved، يعني منظمه الاغذيه الامريكيه او الاتحاد الاوروبي موافق عليها كنوع من انواع العلاج. ومش عيب، يعني مش عيب اني اسال عن الحاجه اللي انا بستخدمها او الجهاز اللي بتعمل لي بيه حاجه، ومش عيب اني اسال عن الدكتور حضرتك خبرتك ايه، حضرتك عضو ايه، حضرتك خريج ايه. وبالتالي هدوت انا علشان نوصل لجراحه امنه لحضرتك او حضرتك. وشكرا.